في سنة 1984 وبعد أعوام وعقود من الإقامة الجبرية توفى إلى رحمة الله أول رئيس لمصر في جمهورية العسكر وهو محمد نجيب. محمد نجيب واحد من ضباط الجيش المصري اللي الحقيقة دخل أو التحق للجيش المصري أقدم من دفعة 36 غالبا يعني. وكان محمد نجيب ضابط أو قائد كبير في الجيش المصري بيحظى بتقدير واحترام من كافة القادة العسكريين وحتى الجيش كله. محمد نجيب قبل ما يسمى بثورة يوليو كان عرض عليه منصب وزير دفاع، إلا أن هذا الرجل وطني مخلص نحسبه كده يعني. الرجل ده اتلم على مجموعة من الشباب الجيش اللي هم ساهموا في نجاحه في انتخابات الجيش قبل انقلاب يوليو، والراجل ده صدق هؤلاء الشباب انهم مخلصين ووطنيين ومشي معاهم في التيار. وفعلا استطاع هؤلاء الشباب عن طريق واحد اسمه يوسف صديق وهو اشجعهم زي ما ذكرنا انهم يعملوا انقلاب على الملك او على النظام السائد وقتها. وطلع محمد نجيب القى كلمة الحقيقة لا تحظى بالشهرة، لانه بعد ما القى هذه الكلمة اللي اتصورت بالسينما لانه ما كانش في تلفزيون وقتها لكن تم بثها إذاعيا، هذه الكلمة اختفت من المكتبة تماما عشان تظهر مكانها بيان ألقاء محمد أنور السادات بصوته. لكن للأمانة محمد نجيب هو أول من ألقى هذا البيان اللي هنسمعه دلوقتي. عن المسائل الأخرى الخاصة بشؤون الحكم فنحن لا غرب لنا سوى مصلحة البلاد، ولهذا فإننا نترك أمرها للحكومة. على أن يكون مسلكنا متفقا مع الدستور وصالح الشعب. الحقيقة أنه شئنا أم أبينا العهد الملكي ما كانش هو الجنة الموعودة بكل أشكالها يعني. يعني عهد كان فيه فساد موجود، كان في اقطاع او ناس اغنياء وناس فقراء موجود، عشان بس ايه ما نسودش عهد ونبيض عهد تاني ونغلط نفس الغلطة. لكن الفرق ان العهد الملكي كانت فيه الحياة الحزبية والليبرالية او في الحرية بشكل عام كانت رائعة جدا، والحقيقة كانت فرصة لو كنا كملنا على العهد الملكي يعني. لو حتى ضباط الجيش ونحسبهم وطنيين برضو انقلبوا على الملك وأسسوا نظام جديد لكن تركوا الحرية اللي كانت موجودة عليها مصر في الوقت ده، كانت دي فرصة لإصلاح ما أفسده الملك فاروق أو ما أفسدته الحياة السياسية في الوقت ده. إلا أن هذه الفرصة الحقيقة اللي طلع حاول يستغلها ضباط الجيش لأنه ما كانش عندهم الحقيقة رؤية صادقة. كان عندهم رؤية لكن ما كانتش رؤية صادقة، كان عندهم حب لمصلحتهم أكتر، كان عندهم صراع على البقاء أو على تولي منصب السلطة أكتر، فضيعوا هذه الفرصة التاريخية على مصر اللي سنة 1952 كانت من أعظم البلاد أو يعني من أقوى البلاد اللي موجودة مش بس في المنطقة لكن في العالم كله. كان العالم كله بينظر إلى مصر على أنها دولة قوية فعلا وعظيمة فعلا وقادرة فعلا، لا ومش بس كده وتتخطى في الترتيب والتصنيف دول أوروبية. لكن فورا لأنه كان هؤلاء العسكر همهم المصلحة الشخصية انقلبوا على هذا الرجل اللي اسمه محمد نجيب. انقلبوا في 54 تقريبا لما قعدوا القعدة مين مع الديمقراطية ومين مع ان الجيش يحكم، وكانت النتيجة انه الناس كلها كانت مع الديمقراطية الى حد ما، إلى أن ظهر جمال عبد الناصر فتم تغيير الأصوات لصالح إن الجيش هو اللي يمسك البلد. كان متزعم فكرة الديمقراطية للأمانة يعني ضباط من سلاح الفرسان، كان منهم خالد محي الدين، كان منهم يوسف صديق، كان منهم أو على رأسهم محمد نجيب نفسه، لكن عبد الناصر وبقية سلاح المشاة كانوا عايزين يمسكوا البلد.